يقول: ما قولكم بالذي يقول بأن إدريس عليه السلام جد نوح عليه السلام، ويقول بأن نوح قبله أنبياء ولكنهم ليسوا برسل؟ الله أعلم بذلك، الله أعلم. ويقال إن إدريس إنه قبل نوح، وشيث، شيث أيضا قبل نوح. والله جل وعلا يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، ولا يمنع هذا أن يكون قبله أنبياء. نعم. يقول: ما حكم استعمال، وأما أنه جده وما هذا يحتاج إلى معرفة النسب الصحيح، يرجع في هذا إلى النسابين، ومن يعرف النسب في ذاك الوقت؟ نعم.